هي الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس. خلي بالك ان الكمبيوتيشنال فلويد داينامكس دي او الطرق الحسابيه او الديناميكا الحسابيه في الفلويد ما كانتش معروفه من 50 سنه. لما ابتدى يبقى في تقدم في الكمبيوتر ابتدت الناس تستعملها وتطبقها كتير. انا هديكم مثال. انا عندي محطه مترو و وزي ما شايفين ادي قطر، ادي قطر على وادي البلاتفورم، وانا هنا ده مسرح افقي بقدر احسب البي ام في اللي هي الثيرمال كمفورت او الراحه الحراريه بتاعه الركاب اللي واقفين على الرصيف. ده مثال. مثال تاني في الطيارة، حلوة الطيارة اللي هي الباص 340، ادي الكراسي بتاعت الطيارة، بقدر احسب الاير ديستريبيوشن جوه الطيارة. بحط بعمل سيميليشن للركاب واقدر احسب الاير ديستريبيوشن بتاع الباسنجرز جوه الطيارة. طب ده يهمني في ايه؟ يهمني اعرف اذا كنت الهواء اللي انا بحطه في الطياره بيقدر يكيف كل الناس. خلي بالك الهواء اللي انا بكيفه ده انا بدفع فلوس او انرجي واحرق كربون، يعني بتسبب في انرجي كونسمشن. انا عاوز الفلوس اللي بدفعها اخد بيها. تخيلوا المدرج اللي احنا قاعدين فيه ده وهو في تكييف هواء، الهواء جاي لكم من السقف وما بيوصلش لحد عند حضرتك، ما بيكيفكش، وفي الاخر بعد ما تخلص بيخرج بالهواء، بيخرج للاكسترا بتاعته من غير ما انت تتكيف. يبقى معنى كده انه حصل ويست. فاحنا بنحاول توبتمايز الاير ديستريبيوشن في الكابين. هنا احنا موريين مثلا الفلاسترز ودرجات الحراره حوالين الباسج. هنا مثلا في مشكله ثانيه اكتشفنا ان الطياره تبقى الطيارة الحربية على الجناح بتاعها بيركبوا القنبلة، والقنبلة ساعة وهي نازلة كاملة بتخبط في الطيارة نفسها. طبعا احنا ناس مش بتوع عسكرية، ولكن احنا بنتكلم على اساس ان احنا مهندسين ميكانيكا عندنا. بص بتخبط ازاي؟ يعني هي نزلت وبعدين المفروض انها بص تخبط في الطيارة نفسها. لو انا ابتديت اعمل سيميليشن للطياره والقنبله اللي هي نازله من الطياره، هقدر ان انا احاول احسن. لكن شغل برضه القنبله بنسميها ستور او الدام، الستور سيبريشن بروبلم ميكانيكال انجينيرنج، وبنحاول نحلها بان احنا نعمل سيميليشن ليه. هنا مثلا على الطياره الاف 16، ده شغل عمله واحد من طلاب طويل كان في القاهره واخد الدكتوراه. كل ده من المعدات ال 23، اربعه بقى، واحده كونتيننتي، ثلاثه مومنتم، واحده انرجي. وممكن يبقى في سبيشيز بقى كونسنتريشن ولا حاجه زي كده، بقوا خمس معدات يزيد عشان خاطر. فدول لما بنحلهم بنقدر نعرف. فده ابلكيشن حلو. ادي شكل الجناح. احنا بنستعمل مثلا برنامج زي فلويد يقدر يوريك الدائره لما بتنزل بتتصرف وتروح ازاي. اول حاجه طبعا عشان نعمل سيميليشن بنقارن ما بين الاكسبيرمنتس و النيوميريكال كومبيتيشنز، بنقدر نشوف اذا كان في تقارب ولا لا. المسار بتاع التراجكتوري طبعا كلكم تقولوا دي حاجه سهله، طبعا هي حاجه سهله، بس كلها بتبتدي من البيزك برنسبل اللي احنا درسناها في سنه ثانيه او في ثالثه ميكانيكال، بس بنطبقها في مجال كويس. اكتشفنا مثلا انه في بعض الحاجات الطياره بعد ما تطلع بيحصل بوست كراش فاير. طب نبص على الماتيريال بتاعت جسم الطياره تبقى فاير ثاندرز، ونبتدي نحسب ونشوف ايه اللي بيحصل في الحريقه في الطياره. حريقه في الطياره،
حريقة في البيت، حريقة في جراج. أوريكم أنا examples كل ده بيتعمل بين السيو دي. الماتيريالز المختلفة بتاعت الطيارة، ونبتدي نشوف الايه الكيرف ده اللي هو بيوري الفلاش اوفر أو البوست كراش درجة الحرارة مع الزمن. نبتدي نعمل سيميليشن للناس اللي قاعدة جوه الطيارة، ولو حصل حريقة بيبتدي يحصل لها بروجريس ازاي مع الزمن. من المواضيع التانية انتوا لاحظتوا يا جماعة ان الطيارات الجديدة الجناح بتاعها في الحتة المعوجة دي، ما كانتش موجودة من 10 سنين. الحتة دي بنسميها الوينجز، والحتة دي بتمنع الفورتسيز اللي بتتكون على جناح الطيارة. أنا عايز الطيارة دي تندفع إلى الأمام ويبقى الدراج عليها أقل ما ممكن، وعايز الليفت بتاعها يبقى كويس. طبعا الألفاظ دي أنا متخيل إنكم درستوها في الكلية. فبندرس البريشر فورسز. خلي بالك أنا ميكانيكال إنجينير، بس برضه بشتغل في الطيران لأن الطيران جزء من الميكانيكال إنجينير مع التخصص شوية. فبتدي تدرس البريشر على السيرفس بتاع الطيارة فوق وتحت، وتبتدي تدور على الفورتكس اللي بتحصل وتحاول تقللها، لأن الفورتكس دي تعمل إيه؟ تعمل مقاومة على جناح الطيارة. لما تعمل مقاومة يبقى أنت عمال بتزق لقدام، وفي حاجة بتفجر، يبقى الطيارة مش هتطلع لقدام بالكمية اللي أنت عايزها أو بالسرعة اللي أنت عايزها. يبقى أنت بتحط وقود زيادة، وأنا فعلت جرام من الوقود مش بس عشان أوفر فلوس، عشان ما أعملش تلوث. وده الكونسيرن الجديد. ده جزء من الأشياء اللي احنا بنشتغل بيها على الطيارات دلوقتي. ادي معدلات الكوخة ده عملها اثنين من الأفاضل، نافير وستوكس. نافير عمل جزء وستوكس كمل عليه. شكل المعدلات دي طبعا انتوا شفتوه. يعني شفتوها ما بتحبوهاش، لان يمكن انتوا قالوا لكم احفظوها. احنا ما بنحفظش حاجه يا جماعه. المهندس الميكانيكي ما بيحفظش. هو عنده فوتوغرافيك ميموري، شافها كده خلاص دخلت. لكن خلي بالك نشكر الاي تي ونشكر الكمبيوتر فاسيلتيز ان دلوقتي بقت كل حاجه تقدر تسترجعها من على النت في ثواني. مش كده؟ فدي فاسيلتي موجوده ليكم انتم، ما كانتش موجوده ايام ما كنا في سنكم. عندي التيرمينال فلو. التيرمينال فلو ده ليه خصائص كتيره يهمني ان انا احاول اقول لكم عليها. انا احاول احط موفي دلوقتي، بس اذا انا مش واكل قوي في السيستم بتاعكم. ده بيوري شويه من السيميليشن، وهبتدي احنا بنحل المعادلات الوحشين اللي هم النافير ستوكس ايكويشن والانرجي. اول حاجه ده فيلم اتعمل من حوالي 12 سنه، وكان اول شغل ليا اعمل الفنتيليشن بتاع مقبره رمسيس. زي كده مثلا اهو، يعني هنا باين قوي الريلف هيميتي اللي هي الرطوبه النسبيه. طيب ايه مشكله مقابل وادي الملوك كتطبيق؟ انا بوريك هنا تطبيق للكمبيتيشن فلو داينامكس. في مشكله عندنا، اكتشف ان المقابل نتيجه الزياره بتاعت البني ادمين السياح بيطلع بخار ميه ووتر فيبر نتيجه التنفس،
فالموتور فيبر ده بيتكثف على الحيطان بتاعه المقبره. الحيطان بتاعه المقبره معموله من اللايمستون، القدران تصير عامله كده. اللايمستون بيعشق الميه، فاول ما بتيجي عليه الميه بتبوظ الرسومات. فطلبوا تدخل ناس متخصصه، كنت انا واحد من كنت انا رئيس الفريق ساعتها اللي بيشتغل فيه. بنحاول نعمل بقى فنتيليشن سيستم عشان نقلل نسبه بخار الميه جوه المقبره، فتقدر ان احنا نحافظ على المقدار بتاعتها. ده كان سنه 2003 2005. بعد كده طبعا اتعمل دراسات اخرى بقى لنا دلوقتي حوالي 14 سنه بحيث ان احنا نقدر ندرس الاير ديستريبيوشن جوه المقبره. لو هنبص دلوقتي على مقبره ثانيه بتاعت حرب واحد، الفرق ما بين الفيلمين دول حوالي 10 سنين. بص على التكنولوجيا، خلي بالك الافلام دي اللي عاملها طلبه. فهؤلاء طلبه بيعملوا ماجستير، بس ادي ده المدخل بتاع المقبره. هي عباره عن كوريدور، والكوريدور بينزل لحد الاوضه بتاعت الدفن اللي هي تحت، اللي في الطرف ده الفتحات بتاعت التهويه اللي هي دي اللي انا حاططها. اختيار مكانها فين بنحسبه بالكمبيوتيشنال فلويد داينامكس. يعني كانما مطلوب مني ان انا اعمل سيستم عشان اعمل تهويه للمقابر علشان ما اخليش بخار الميه جوه يزيد عن نسبه معينه. كل ده ميكانيكال انجينيرنج يا جماعه. كل ده بيلم كل التخصصات اللي خدتوها. فيها موتور ميكانكس، فيها هيت ترانسفير، فيها موشر ريموفل، وادي شكل المقبره نازله كده، ودي الاماكن اللي احنا بنسحب منها الهواء ونرميه بره. ده اكزامبل. لو بصينا تاني على الاكزامبل اللي بعد كده هنلاقي انه بقدر اعرف الديستريبيوشنز المختلفه، سواء كانت تمبرتشر بي ام بي